سلام بنات، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم في قناه نسيمة ادريسي كيتشن. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم حرشه سائله اللي كنتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. بالنسبه للمقادير فكنحتاجوا جوج مكيسان كبار ديال السميده الرقيقه، فانيا، خميره، حامضه محكوكه، بيضه، معلقه كبيره ديال السنيده، كاس ديال الحليب، ربعات المعالق كبار ديال الزيت، وقبضه ملح. بالنسبه للطريقه، دابا غادي ناخذ بيضه وغادي نضربوها مع معلقه ديال السنيده غير بالطراب اليدوي حتى ينتج تذوب لينا ديك السنيده مع البيضه. كنضربو مزيان حتى كنحسو بها ذابت، وكنزيدو عليهم ربعه المعالق ديال الزيت. من بعد كنزيدو قبصه ملح، ودائما مع التطريب اي حاجه زدناها خصنا نطربوها. كنديرو قشرة الحامض حتى هما كيعطيو حتى هما واحد النسمه زوينه. اللي بغى عاود يعصر نص حامضه ولا شي حامضه ماشي مشكل، حتى هو كيزيد ينسم هاد لينا هاد الحرشه. كنديرو فانيا، كنديرو دابا كأس ديال الحليب، أو كنعاودو نضربو عاود. كنزيدو كأس ديال الحرشة، خاص ضروري الحرشة عفوا السميدة، خاص ضروري السميدة تكون رقيقة. أو كنديرو الخمارة. أنا عندي هاد الكيس فيه 15 غرام، نورمالمون خصك ديري غير 8 غرام، دونك أنا دابا درت هنايا النصف ديالو فقط. وكنضربو مزيان، من بعد كنزيدو الكأس الثاني، ودائما مع التطريب حتى كنحصلو على واحد الخليط اللي متجانس. هنا جاتني شبيه الخليط، جاني شبيه خاطر، خصني مازال نزيد الحليب حيت على حسب السميده كيفاش دايره. الا جاتكم هي هادي ماشي مشكل، خليوها هكاك. انا هنا زدت واحد ربع كاس ديال الحليب باش تطلق ليا، حيت خاصها تكون شويه سائله، ما خاصهاش تكون خاطره بحال الخليط ديال الكيك، خاصها تكون شويه سائله عليه. ودابا المقلاه كتكون مدهونه في الاول بالزيت، غادي ندير نكب عليها الخليط ديالنا، والنار تكون مهيله باش تطيب على خاطرها وتطيب مزيان. كنسرحوها مزيان باش كتجي طبقه متساويه من كاع الجهات، والنار دائما خصها تكون مهيله باش كتطيب على خاطرها، ومن الاحسن تغطيوها. من بعد باش كتعرفوا راه الطبقه التحتانيه انها طابت، كتشوفوها من الفوق راها بدات كتنشف، كتقيسوا بسبعكم كتلقاو الطبقه الفوقانيه شويه نشفات، عاد ديك الساعه كتقلبوها. وهذا هو الشكل النهائي حبيباتي، كنتمنى انه يكون عجبكم. هي راه كتجي خفيفه وكتجي هشيشه بزاف، كنتمنى انكم تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. الى اللقاء في فيديو ثاني ان شاء الله.